سي محمد الموجه، اكيد اللقطه التي اثارت الجدل اليوم هي اللقطه ديال لمسه اليد ديال اللاعب حيمود. هناك من قال انه لا، راه كانت سبق خطا ديك الكره، هناك من قال انها لم تلمس اليد، هناك اشياء اخرى. مثلا ناخذ راي ديال عمر، هو الاول اللي قلنا الراي ديالو، بعد ذلك ناخذ راي ديال سي محمد الموجه كخبير تحكيمي. عمر تفضل. صراحة أظن لأنه الكرة شبيهة بكرة المكعبي في مباراة الأهلي المصري، يعني اتضح مبدئيا أن الكرة تطمت بيد اللاعب حيمود، لكن يعني من الصعب الجزم هل الكرة بعد ارتطامها بجسد حيمود تطمت باليد. هذا هو الإشكال، بحكم على أنه الزوايا الذي يعني أتاحه مخرج فين بات الكرة لك قاسو عمر؟ في الجنب، فين لي بات لك زوبلي، قاسو يعني في الجسد ديالو؟ لي زوبليك ديالو هنا لي زوبليك عاد باش فتحت ماتش باليد. الا كان دونك ارتطام، سي محمد ارتطام المج، هادشي اللي عندك؟ هادشي اللي عندي، هادشي اللي بان لي انا شخصيا. نعم سي محمد انا المج، انا صراحة ما شفتش هادشي اللي قلتيه عمر انا بالمرة كاع. انا انا هادشي اللي قلتيه انا عمر ما شفتوش. انا كنت انا بس اللقطة الأولى، اللقطة الأولى كان ممكن نقول هادشي اللي قلتي ونقول أنه اللقطة بحال ديال المكعازي، ولكن اللقطة الأخرى اللي جات من اللور فهي ما فيهاش زاوية اللي مستحيلة، وكانت الأمور واضحة وكاينة لمسة اليد بشكل مباشر. حنا ناخذ رأي ديال سي محمد المجا كذلك ويقول لنا المقتضيات القانونية اللي كتخلي أنه ديك لمسة اليد تعتبر ضربة جزاء أو لا. انا اليوم كان واحد النقاش صراحه قال حضاري مع مجموعه من الجماهير الوداديه وكذلك المصاويه، ولكن اللي طولات بزاف هما الجمهور سواء في الواتساب في الميسنجر عبر المكالمات الهاتفيه. انا بالنسبه لي واحد هاد الرقي في الحوار، انا بين ناس كتقلب على الحقيقه كتبغي تسجلي الحقيقه، وانا بالنسبه لي هذا ظاهره صحيه بالنسبه لنا اللي بغينا نطوروا مستوى الممارسه الكرويه والتحكيميه في المغرب، لان باش يكون عندك جمهور كيناقش بهذه المساله. انا صراحه قال فخور بهذه القضيه، وانني سعيد ان الناس مشاو كيبحثوا في النصوص القانونيه، كاين اللي صيفط لي بعض النصوص القانونيه، كاين اللي ناقش باش نوضح هذه المساله باش نحيدوا اللبس من هذا، لان المشرع هذه دابا سنتين هو حاول يحيد ذاك اللفظ ماني انتونسيونيلمون لو بالون، انتونسيونيلمون لو بالون بمعنى لمس الكره متعمدا باليد. المشرع حيد هذا لو تيرم ديال انتونسيونيلمون، ماني انتونسيونيلمون. علاش؟ انا تحدث على قال لمسه يد وجا عطى واحد المقتضيات. علاش عطى هذه المقتضيات؟ ولا لاحظتي راه كل سنه كيضيف واحد 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 المعطى اللي كيضاف طبقا للملاحظات طبقا للمراسلات اللي كتجي. علاش؟ باش يقيد ديك السلطه التقديريه ديال الحكم. الا لاحظتي ان الحكام كانوا كاع اي لمسه يد الا كانت الفرق الكبرى كتاول هكا، الا كانت الفرق اللي متوسطه كتاول هكا، الصغرى كيأولها الحكم. وبالتالي المشرع حاول يحدد من السلطه التقديريه للحكم وحاول يقلل منها. اول انه اعتمد خلى الاتجاه ديال الكره، واش الكره اللي متجهه اليد ولا اليد اللي متجهه للكره، هذا المعطى. المعطى الثاني اللي هو المسافه، تمنى الصوره راه خير دليل، هنا كتعطيك بان المسافه كافيه بين ما كاينش ذاك الكره المباغته. كاين الاتجاه ديال هنا كنشوفوا الكره مسونطريه هنايا، ولكن انها غادي تقطع في الطريق بمعنى ما خلاهاش توصل هنا باش غادي نمشي. هذا المساله الثالثه، هل اليد في وضعيه طبيعيه او في وضعيه غير طبيعيه؟ لا لا. ده المساله الرابعه، هل هناك تضخيم للجسد؟ كنكبروا الجسد ديالنا باش نقطعوا الطريق على الكره. هنا الفرق بين الكره ملتصقه، اليد ملتصقه بالجسد او لا خارجه من الجسد بمعنى قال هذا. هنا باش غنرجع نعطيك هذه المعطيات اللي كيعطي المشرع، كاينين بالك كيقول لك ان حيمود بغى يهرب اليد ديالو، فعلا بغى يهرب اليد ديالو، ولكن واخا بغى يهرب اليد ديالو، اليد ديالو خرجت من لوكور، وما دامت انها خرجت من لوكور انها كبرت لنا لوكور وقطعات الطريق على الكره، بمعنى ما خلاتش الكره تمشي في لا تراجيكتوار ديالها، بمعنى هي اللي مشات للكره خلق، لان الكره مسونطريه هنايا غاديه باش غتدخل للساس سيكونت. هنايا اللي لاحظتيها هي مسونطريه، اللي كيشوف اللقطه واللي متبع معنا البرنامج كيشوفها هي من الجهه ديال اليسر مسونطريه. كإضافة سي محمد المجه، نعم محمد المجه، فاليد ديال حيمود كانت ملتصقه في البدايه، ولكن اللحظه ديال انه الكره كتقترب ليه عاد باش هو رجعها للور او لا، واش هذا الفعل كان ولا ما كانش؟ هنا اللي كنقول لك انا هو بغى يهرب اليد ديالو،
واخا بغى يهرب اليد ديالو ولكن بغى يخدم الذكاء ديالو، انا غنهرب اليد ديالي ولكن لو كود ديالي انه كيكبر الجسد، وبالتالي انه كيعترض الطريق ديال الكره. هنا السؤال اللي يمكن لي نطرح على السي عمر، واش اليد قطعات الطريق ديال الكره ولا لا؟ هنا في هذه الصوره دابا اللي كدير، واش قطعات، واش خلات الكره توصل للمكان ديالها ولا قطعتها وقفاتها؟ هنايا هنايا كتلاحظ هنايا راه غادي يمشي لهنا، لا راه مازال ما قاش هنايا الكره ديالو، يعني الكره غاديه اليد هنايا هي ملي كد ملي كد هاد اللقطه هذه، هاد اللقطه هذه ما خفاش كاع نديو عليها، حتى هاد اللقطه هذه يعني مقاده من طرف جماهير اللي ما بغاتش الوداد تربح. هاد اللقطه هذه هذه ممكن نهضر عليها، هذه ممكن نهضر عليها، هذه لا، هذه ان الكون محركه هنا، هذه ماشي يدي. عطينا الكره الاخرى السي المخرج، عطينا هذه، عطينا هذه، خلينا في هذه، خلينا في هذه. راه كاين، شوف انا ما كتبانش، ما كاينش هناك، ما كاينش هناك، ما كاينش هناك التماس ديال الكره مع اليد. انا على حسب ما شفت في اللقطه حيمود حاول يخبيها مورا ظهره، هذه اللي بانت ليا. لا عمر خلينا من ورا ظهره، اسمح لي سي موجه، اسمح لي سي موجه، سؤال، سؤالي لعمر، واش الكره قاست اليد ولا لا؟ وانا شخصيا ما بانش لي قاست اليد. عمر عمر انس، هذه الكره قدامك انس، انس نعم، خلينا انا ما كنختلفش انا وعمر بانه حمود، حمود دار الحركه باش يحيد اليد ديالو من طريق الكره، دار الحركه نعم، ولكن خلى له كود ديالو هنايا، منين منين بغى بغى يرد اليد ديالو اللور كيبقى له كود، لو كود كيبقى كاين تضخيم ديال ليلارجيسمون دو كور، كاين تضخيم ديال الجسد، وبالتالي ان ادات المهمه ديالها. علاش المشرع كيقول لك على خدمتي اليد، واش ادات المهمه ديالها ولا ما اداتهاش، باش كنعتبروا ديك الساعه واش لمست يد معاقبه ولا غير معاقبه. هنا ما كنقولوش واش متعمده ولا غير متعمده، كنقولوا واش معاقبه او لا غير معاقبه. وهنايا انا بالنسبه لي ادات المهمه ديالها، كاين الاتجاه ديال اليد هي اللي مشات للطريق ديال الكره، حبست الكره، وكان هناك تضخيم ديال الجسد، وبالتالي كاينه لمسه نعم. يد اللي هي معاقبه وضربه جزاء اللي هي مستحقه. كنت كنتمنى من الفار نعم. يتدخل ويعطي فرصه للحكم باش يراجع اللقطه. نعم سي محمد، كاين سؤال، هو شفت بعض يعني الاصدقاء وداديين حطوا واحد المقتضيات قانونيه وديك واحد البند مكتوبه فيه انه الا حاول يبعد يده وفشل في ذلك فهذه لا تعتبر لمسه يد المؤديه الى ضربه جزاء، واش هذا الشيء كاين في القانون؟ لا شوف يبعد اليد ديالو، راه يبعد اليد ديالو هو كيكون ملتصقه وكيحاول يدور هكا مثلا، كيدور اللعاب وكتضرب في اليد ديالو، لانه هنايا علاش كتكون اليد ديالك كيكون بعد خطره اللعاب كيزيد لعندك، كتبغي انت تيري وكيدير يديه كيلصق يديه في الكور ديالو وكيحاول يدور، انه واخا يدور وتضربها عليه تماكي انك تضربها على اليد ديالو كتعتبر لمسه يد لا غير معاقبه. اما الحاله ديال 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 حيمود الا لاحظتي، شوف كيفاش خرجت اليد من واخا بغاها اللور بقى لوكود، بقى لوكود، هذا لوكود، شوف كي غادي يبقى هو اللي غتضرب فيه الكره، اللي غتضرب فيه الكره، بمعنى حققات المراد ديالها اليد، حققات المراد ديالها، هو حبسات الكره ما دازتش لا تراجيكتوار ديالها، ما كملاتش الطريق ديالها للسيكون، يعني كانت داخل اللعاب سونتراها من الجهه ديال اليسر، هذا شوف لو كود ديال اللعاب، لوبرا اليد ديال التحت هي غتخبع مور الظهر ديال اللعاب، ولكن لو كود بقى، لو كود ديال اللعاب بقى خارج من لوكور، وبالتالي انا بالنسبه لي هنا بان كتبقى لمسه يد متعمده، ولا الحكم هنا بالنسبه ليا انه مشى مع القرار ديال الفار اللي عطاه الاستمراريه ديال اللاعب، كنت كنتمنى انه يفتح له المجال ويقول له اجي راجع. سي الموجه، السؤال اللي عندي لك، السؤال اللي عندي لك، مادام هذه الحاله هذه واضحه، يعني حنا ما كنشككوش يعني في الجانب يعني التحليلي ديالك، ما كنشككش فيه نهائيا، مادام الحاله واضحه، شنو اللي خلى الحكم ديال الفار ما عيطش كاع حتى البوثلين يجي يشوفها؟ شنو السبب؟ مادام هي واضحه انا باش تحمل المسؤوليه ديالو الحكم، لانه عطى هاد الزاويه ديال الرؤيه ديالو، ومشى في نفس التحليل ديال الاول بانه اللاعب راه بغى يهرب اليد ديالو وما ما 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 ركزش على الكود ديال اللاعب اللي حصر الطريق ديال الكره، وهذا التقدير ديالو اللي قدر باش انه قال له الاستمراريه ديال اللاعب. انا ما كنشكش في النزاهه ديال الحكام، غير باش نهضروا على هاد المساله، وما كاينش التعمد ديال انه يفافوريزي هاد الحكم هاد الفرقة ولا يفافوريزي الفرقة ولا يدي فافوريزي الفرقة الأخرى. أنا نجي لهاد المسألة بواحد النسبة كبيرة. ما كانش 100% محمد المجا كالعادة. لا بالنسبة لي حتى واحد ما غيبغي أنه يطيح في هذا الموقف أنه يتسب أو لا أنه
يتنتقد بهذه الحده وبداك المسائل كتجي في افي تصريال، لان حتى بالنسبه للاعاده السي عمر الى لاحظتي انا اكتفت غير بواحد الاعاده ديال جهه معينه وما عطاتناش ديال مور الشبكه اللي ممكن انه تعطيك تعطيك الصوره اوضح وتعطيك اليد واش خارجه فعلا بالشكل بالمليمتر بالسنتيمترات الكافيه ولا ما خارجاش. هنا اعتمدنا المخرج على صوره واحده اللي هي من الجهه ديال 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 المقابله لحارس المرمى، وهنا كيمكن لنا نطرحوا اشكال عاوتاني ديال القضيه ديال ديال المخرج وديال الانتماء وديال هذاك المساله. ودائما كنطرح هذه المساله وكيمكن وكان النص على هذه المساله انها الجامعه خصها تعيد في دفتر التحملات مع الشركه الناقله وتدير بنود ديال النقل ديال الكاميرات، الجوده ديال الكاميرات، تموضوع الكاميرات والاخراج، لان بالنسبه لنا لان ما خصناش لان دابا العمر ديال القناه الناقله تعدى 16 سنه، بمعنى راه داخل الا كان تلميذ ولدك عنده 16 سنه راه داخل الثانوي باش غادي يقرا في الثانوي، بمعنى راه كبر نضج راه قرب يوصل للبكالوريا، بمعنى خصنا قناه تكون ناضجه ويكون فيها الاخراج ناضج بالشكل اللي خصو يكون باش نقدمه. خصنا نحيدوا الانتماء، اذا كنا كننتقدوا الاخوه المصريين في الانتماء ديالهم للاهلي والزمالك والاخفاء ديال بعض اللقطات او الفبركه ديال بعض اللقطات، خصنا حنا نتجاوزوا هذه المساله ونرقاو بالمستوى الكروي ديالنا وننقلوا اللقطات بامانه. وكما كنعاودوا ديال الفريق ديالنا ملي كتكون اللقطه لصالحه كنعاودوها 66 مره و77 اونغل كنعطيوها باش كنبينوا بانه راه وقع ظلم على الفريق ديالنا، كما الا وقع لصالحه نبينوا اللقطه كي خصها تنقل لان المصلحه ديال الكره الوطنيه وديال اللقطه التحكيميه باش هذا وباش ما يخلوهاش الخصوم ديالنا ويضربونا بها. سي محمد انا عندي سؤال اليوم، يعني بوسليم كان من الحكام الموقوفين، من بعد منها كتجيو كتعطي ايضا مقابله مهمه وتاريخيه الى اخره ديال الوداد الرياضي مع الماس، واش كيبان لك اصلا التعيين كان في محله ولا لا؟ زائد انه المساعدين ديالو ما كانوش، علاش؟ تساؤل كيتطرح حتى هو سي محمد. انا هذا السؤال ما كنطرحوش. انت اللي ياسين الضامري. انا شوف عنده جوج المساعدين من خيره المساعدين اللي كاينين في المغرب اللي هما ياسين قبه وياسين الضامري، من المساعدين الممتازين اللي كاينين. ما عرفتش واش كان معين الكزاز هو اللي كان لعب هذه المقابله وغيروا ياسين بوسليم، اولا كانوا لاعبين المساعدين ديال ياسين بوسليم بالمساعدين ديالو، وفي اخر لحظه عيننا مع مساعدين من عصبه ديال من عصبه اخرى. هنا الناس واش كتقلب على الانسجام؟ واش كتقلب على التناسق؟ واش كتقلب على اداء المهمه؟ ما يمكنش انك مثلا حكم يسافر من خريبكا لفاس يجيب وحديته، والخرين من سلا ومن الرباط يجيب وحديته من مدينه فاس. الا كنا كنقلبوا على الانسجام وكنقلبوا على التوليفه، راه الفيفا هذه سنين وهي كتبحث على تعيين حكام من نفس البلد، كتكون عندهم نفس اللغه، نفس اللونغاج كوربوريل، نفس الثقافه، نفس العادات، وحتى كيلعبوا بزاف في البطوله ديالهم باش كيمكن لهم انهم يكسبوا ذاك المستوى ديال الانسجام، ذاك المستوى ديال ذاك. حنا كنجيو حتى المقابله حساسه بهذا الشكل، وانا كان بعد الغياب او التغييب ديال الحكم على الممارسه شحال وكنعطيهم مقابله. يمكن كاين هناك نقص في التركيبه البشريه، لانه كتعرف اللي ما قدروش يغامروا بالكزاز اولا من المقابله ديال بركان والسوالم، وخرج على الفار مازالين ما وقع ما في المقابله الحساسيه ديال هذيك. انا بالنسبه ليا بحال اللي كنحس بان الكزاز كان حاضر في المقابله بالمساعدين ديالو، واش انهم حتى لاخر لحظه وخافوا من رد الفعل ديال جماهير الوداد ولا فريق الوداد ومن الحساسيه ديال الكزاز، لان هذه شحال هذه ما حكم المقابلات ديال الوداد يمكن تندم معاهم الحاله حتى في اخر لحظه. هنا كيبين لك بان ما كاينش تصور، ما كاينش استراتيجيه، ما كاينش خطه ديال 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 ديال, ديال, ديال الحكام، وغادي نبقاو دائما غنشوفوها. انت عقل عليها، انا كنقولها لك في هذه المقابله التاليه غتلقى واحد الخمسه ديال الحكام دايره عليهم البطوله في المقابلات الوداد الرجاء وديال بركان، اللي هما رضوان جيد، عادل زراق، ياسين بوسليم، الكزاز وهشام تنساماني، غتلقى دايره عليهم هذا المقابلات. وبالتالي انا بالنسبه لي نتمنى ما يوقعش عليهم ضغط، ما يوقعش عليهم ارهاق، وما يوقعش عليهم ذاك التعب الفكري باش انهم يؤديوا المهمه ديالهم على احسن ما يرام، لان النهايه ديال البطوله هكا، وقلنا غادي الصراع على الفوز بالبطوله كيشد، وكذلك على المراكز المؤديه للكؤوس الافريقيه، ولا كذلك على المراكز ديال النزول. نعم سي محمد، فإلى باقي عندكم شي سؤال؟